السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره برج الدلو. الفتره القادمه هتكون خير وتفاؤل وفرحه جديده لحياتك. يلا يا برج الدلو، حط نيه واستغفر ربنا ونشوف الصوره المطابقه لحياتك الفتره اللي جايه. بسم الله تبارك الرحمن ياسين والقرآن الحكيم. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني يا برج الدلو؟ انك لمن المرسلين على الصراط المستقيم. بص يا برج الدلو، اول حاجة انت نيتك صافية. برج الدلو انا عايز اقولك على حاجة قبل ما ابدأ. انا بصور بالكاميرا الامامية فبيديك الصورة عكس. بص يا برج الدلو، اول حاجة انت دايما حكيم في تصرفاتك، حكيم في افعالك، بس محسود وعليك طاقة ايجابية، عليك طاقة سلبية. دايما ربنا بيديك الحاجات الحلوة، بس انت في حاجة غفلان عنها يا برج الدلو، في حاجة مش عارفها، في حاجة فيها لعب وفيها وشوش كتيرة جدا عليك. خلي بالك من نفسك علشان خاطر انت حكيم جدا في تصرفاتك وفي افعالك. عليك عيون مش سايباك في حالك، عليك توتر وحيرة من بعض الاشخاص اللي في حياتك. ربنا هيكرمك الايام اللي جاية وهيفتح عيونك على حاجات انت مش شايفها كويس. فعندك نادر اوف بي، عندك خير باذن الله، عندك انطلاقات كتيرة حلوة جدا اوف بي اعملها. شايفة كمان ان هيكون عندك دعوة مستجابة باذن الله، وهيبقى في رجوع ناس بعاد عنك عشان هيبقى في امور حلوة، وهيبقى عندك طريق هيتفتح الايام اللي جاية قدامك. ومش كده وبس، كمان ده هيكون عندك انطلاقات وهيكون عندك اخبار حلوة. انت دايما ما بتفعلش غير الخير يا برج الدلو، بس امامك عقبة، قدامك عقبة في حياتك ومقعد لك فيها. انت ناوي على سفر بالفعل، عندك سفر الايام اللي جاية وتحسين حظ بفضل ربنا. عندك اصحاب مش كويسين يا برج الدلو، بيأذوك، بيحاولوا يتكلموا عليك. عندك اتنين مش كويسين، كذابين، منافقين، خاينين. حاول ان انت تخلي بالك من نفسك الايام اللي جاية علشان في مقيدة وحفرة حد بيعملها لك من المقربين لحياتك. فكون حويط بنفسك وخلي بالك من نفسك كويس جدا. عندك هنا انطلاقات كمان حلوة، تغيرات حلوة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. شايفة كمان ان انت هتمسك امور حلوة في حياتك وهتحسن من حياتك بفضل ربنا. عندك الحاسة السادسة، انت يا برج الدلو عميقة شوية، عندك امور حلوة جدا هتقصاها بفضل ربنا. وعندك لقاء مع راجل بعيد عنك، اللقاء ده هيبقى حلو ليك وهيساعدك في حاجات كتيرة جدا تعملها في حياتك. ده مش كده وبس، كمان ده انت هنا عندك انطلاقات حلوة وعندك مال هيجيلك في الطريق، بس هتتراجع عن مواضيع مهمة شغلاك ومضايقاك. عندك هنا شفقة على حد معين، ومش كده وبس، كمان ده فضل الراجل اللي انت هتتعرف عليه الايام اللي جاية. هيكون عندك نقص من مقيدة حد بيعملها لك. انت دخلت شراكة وخسرت فيها، ربك هيعوضك باذن الله، وهيبقى عندك خير وهيغفر لك عن الحاجات اللي انت عملتها في اللي فاتت، وهيبقى عندك خير جاي لك باذن الله. في مشروع دخلت فيه يا برج الدلو وخسرت حاجات كتير، وخسرت حد كان بيحبك جدا، خسرت ناس كانت بتحبك. شايفة كمان ان في ناس بتستهزئ بيك، في ناس بتتكلم عليك بطريقة مش كويسة. خلي بالك وكون حذر.
حاسس ان كل الطرق مقفولة في وشك، حاسس انه مفيش تقدم في الحياة، حاسس ان انت عايش لوحدك في كوكب الاحلام. في ناس اكلت حقك واكلت مالك وطلعتك من غير اي حاجة. الناس، كل الناس اللي اكلت مالك يا برج، اداله ربك هيديك الخيل مكان اللي راح منك، وهيبقى عندك رجوع شريك او رجوع زوج. انت من ساعة ما اتولدت وانت تعبان على الارض، تعبان على الارض، وحاسس ان انت مهموم ومظلوم وظالم نفسك. بتحاول تدور الايام دي على الاستقرار، وبنفسك تستقر وتعيش في حياة هادية لوحدك. شايفة ان الشمس هتنور طريقك الايام اللي جاية، وهيبقى عندك حظ تام لحياتك الفترة اللي جاية. ومش كده بس، كمان ده هيكون عندك تقدم. انت كان عندك انفصال الايام اللي فاتت، هيحصل رجوع باذن الله. عندك هنا سحر معمول لك، سحر معمول لك يا برج الدلو. برج الدلو انت مشحون ومخزن جواك كتير، رغم ان انت قلبك طيب. بتحاول ان انت تصارح وبتعبر عن مشاعرك، بس الايام دي بدأت تكون كتوم وبتتكلم، عشان حاسس ان انت ظلمت كل اللي انت بتحبهم جايين عليك وظالمينك. بس يا برج الدلو، فتاة الدلو، الايام اللي جاية هيكون عندك تقدم. برج الدلو هيكون عنده تقدم في الخير بإذن الله. عندك هنا نفاق حصل في حياتك، احذر وخلي بالك منه. في وصية حد هيوصيك بيها، تحاول تعمل بيها الأيام اللي جاية. مش كده وبس، ده عندك تغيرات حلوة جدا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، وربنا هينفخ في الصورة اللي انت فيها، وهيديك الانطلاقة والفرحة والامور اللي انت لازم تكون فيها. شايفة كمان ان انت هنا عندك انطلاقات جديدة، وعندك احداث حلوة بإذن الله، وعندك امور هتتعلمها فيها الخير. عندك فاكهة حلوة، ده بيدل ان انت عندك تغيرات حلوة. بس في فوضى، في بعض الفوضى في حياتك يا برج الدلو. في نغزة هنا، خلال الايام اللي جاية هيكون في عهد من ربنا ليك، انه هيكون في رجوع حق، وهتمشي على الصراط المستقيم. في ناس نكرت جميلك وما تمرش فيها، حاسس ان انت عايش في كوكب الاحلام، مفيش اي جديد في حياتك. في ختم في حياتك حلو، طلعت ناس من حياتك بره، وده احسن حاجة. عندك كسب امول باذن الله الفترة اللي جاية، انت ماشي على الصراط المستقيم. وبالفعل عندك هنا امضى حلوة جدا باذن الله. عندك هنا كمان امور هتتحسن في حياتك بفضل ربنا، وهتحصل على خير. في 3 خطوات قدامك هتخطيهم، هتحصل على الخير، وهتحصل على امور حلوة جدا في حياتك. في كمان هنا حياة انت بتحاول تمشي ليها، وبتحاول تطلع من اللي انت فيه. انت عندك غدر كتير، عندك غدر كتير، وعندك مشاكل كتير، وعندك بعض التوتر وبعض الحيرة. في كمان هنا تحسين في بعض الامور في حياتك. فتاة الدلو دايما متهيئ لها ان هي عايشة لوحدها، ان هي ما فيهاش تقدم ولا في اي امور حلوة. هتتركوا امور الفترة اللي جاية دي اذتكم، وهيبقى عندك امور حلوة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. شايفة كمان ان هيكون عندك انطلاقة جديدة وفرحة بفضل ربنا. انت فوضت امرك لله،
وقلت انا اتظلمت واتكسرت خلاص، حان وقت النفرة، حان وقت ابص لحياتي. في كمان هنا انطلاقات حلوة جدا هتحسن من حياتك. بسم الله ما شاء الله، انت عندك تغيرات حلوة وعندك كمان انطلاقات حلوة وتحسنات، بس ليه في كلام مضايق؟ في رزق كبير جدا، والرزق ده هيكون من عند ربنا ليكم وفي حياتكم، وهيكون خير قوي ليكم في طريق سفر، طريق بدايات، طريق فتحة خير، طريق شغل جديد، طريق هيبقى فيه مجهود ليكم انتم مش لحد، او رزق كبير من عند ربكم هيكون قريب، طريق مش متوقعينه فهيتفتح قدامكم، في شخص بيحبكم هيحاول يصالحكم، الله اعلم. الوضع بتاعكم كله هيبقى فيه تحسن وراحة نفسية. مين عندكم بيحلم بأمنية ان هي نفسه تتحقق، نفسه توصل للهدف؟ بإذن الله الأمنية دي هتكون جميلة جدا، وهتكون طاقة إيجابية، وهتكون فرج على جميع الأسعد، لأن فعلا طال انتظاركم، في تألق عندكم وفي خير على جميع الأوضاع بتاعتكم. بس حاليا حاليا انتوا خايفين، حاليا حاليا انتوا حيرانين في حاجات كتيرة جدا بتمروا بيها، وبتلتزموا بالصمت، لأن بتقول الصمت مفتاح الفرج، وطول ما أنا ساكتة طول ما الانفراجات هتكون حلوة عندي، طول ما هيكون في تقدم وهيكون في خير. فاوعوا القلق، واوعوا الحيرة، واوعوا التوتر، واوعوا العراقيل اللي أذيعكم، ارموا ورا ظهركم أي حاجة. في دخول حاجات جديدة هتدخل على حياتكم، وفي تقدم حلو جدا على بداية الفترة اللي جاية. الفترة دي انتوا متحملين فوق الطاقة بتاعتكم، متحملين فوق طاقتكم بزيادة، وبتقولوا خلاص احنا عايزين نغير، عايزين نمشي، عايزين ناخد خطوة جديدة، نبعد عن اي مشاكل مؤثرة علينا، حاجات كتيرة جدا عايزين توضحوها. وعشان كده في فكرة جديدة على حياتكم. الفترة دي من فترات او من امور عندكم محتاجة مجهود او محتاجة طاقة مختلفة. عندكم ان حد من المحيط بتاعكم، حد من الاصدقاء، او حد من ليكم انتم، الحد ده هيقول كلام هيضايقكم شوية، وبعد كده انتم هتحاولوا ان انتم تطلعوا من العزلة والروتين السلبي، لان انتم هيكون عندكم تغيير جو، تغيير مكان. بينكم وبين حد زعل خفيف، يعني زعل مش محتاج ان انتوا تقطعوه، بس زعل خفيف. إيه الزعل ده؟ باذن الله هيتحول لحاجه جديده، وهيبقى فيه كلام بينكم، عشان في خبر هيفرحكم قوي، وهيخليكم ترتبوا امور جديده في حياتكم بشكل افضل من كده. وحاولوا دايما ما تصدقوش اي حاجه في مخيلتكم، في حاجه في حياتكم. الفتره دي فتره اي نعم انتوا بتعانوا من بعض الافكار السلبيه، لكن مستقبلكم القادم هيكون جميل، وانفراجاتكم على جميع الاسعد هتكون حلوه. الفتره دي هتركزوا فيها قوي في بعض الامور، لان هتبداوا ترتبوا حياتكم بشكل جديد، وفي اعاده لحساباتكم واموركم الماديه. بس دايما اقول احذروا من النفاق والكذب والخداع والظلم اللي متوزع عليكم. القعده الحلوه اللي هتقعدوها دي هتبقى فيها لم شم، لان انتوا بقالكم مده في نفور، بقالكم مده في ضغوط، بقالكم مده حيرانين، وجع في المعده، وجع في الجسم، ضربات قلب سريعه، في كمان مشاكل نسائيه، ممكن مشاكل في الرحم، مشاكل في عدم الخلفه، مشاكل حائر انسه، شويه مشاكل، وشويه المشاكل النسائيه مسببه لكم وجع في الظهر، ومسببه لكم الم بشكل مختلف. في كمان مناسبه حلوه هتحضروا لها، والمناسبه الحلوه اللي هتتحضروا لها دي هتكون خير ليكم، لان طال انتظاركم، وطول ما طال انتظاركم الفرحه اللي هتكون قادمه عليكم دي هتكون امور مستجده. عندكم شخص تعبكم، شخص خذلكم، شخص الشخص ده واخد من طاقتكم، الشخص ده عارف فعلا ليه اماكن معينه بيدخل فيها ليكم، مخليكم مخبئين. هتجيلكم فرصة في الحياة، والفرصة دي مش هتتعوض تاني، لان الفرصة دي هتكون مرة واحدة في العمر. انتوا هيكون عندكم تواصل بينكم وبين حد من بعد نفور، او من بعد خذلان، من بعد كسرة قلب، من بعد وجع كبير في الحياة. وكمان هيبقى فيه يعني طاقة بعيدة عن التردد وبعيدة عن الخوف، لان طاقة التردد عندكم هي اللي مسيطرة عليكم، وهي اللي مخلياكم بتفكروا كتير جدا. فالعلاقة اللي عندكم هتتحول لطاقة جديدة، هتتحول لمواضيع جديدة، لان حالة الركود اللي عندكم على شخص مشتقله، او على شخص بيراقبكم على السوشيال ميديا، البعض منكم عنده طرف تاني، الطرف التاني ده هو المتحكم الاساسي في الاوضاع بتاعتكم، هو المتحكم الاساسي في كل حاجة عندكم. مضايقك ومزعلك، في كلام مضايقك ومزعلك،
في هنا قال وكيل، في نميمة، خلي بالك وكون حريص على نفسك الأيام اللي جاية، علشان الحسد والنميمة وراك ومش سايبينك في حالة، وراك حسد وراك نق وراك مشاكل وراك عراقيل وراك توتر وراك حيرة، احذر وخلي بالك من بعض الأشخاص. في هنا كمان انطلاقة جديدة وفرحة، بس دايما متسرعين في قراراتكم. عندك كمان حالة ركود، في ركود عندك في حياتك الأيام دي، فحاول تهدي أعصابك وتهدي نفسك. شايفة كمان ان انت هنا عندك تصرفات حلوة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الأيام اللي جاية، فلازم تخلي بالك من نفسك وتكون حويط أكتر من كده. في مواجهة هتقعد فيها مع حد، يا ريت تكون حويط وتخلي بالك من كل كلمة طالعة من بقك وكل الكلام اللي هيطلع من بعض الأشخاص، عشان دول شرانين مش كويسين. في خصام بينك وما بين ناس عزيزة على قلبك، وفي كيف كمان انه في حد أذاك يا برج الدلو، حد أذاك وظلمك. فطول ما اعصابكم بتهدى، طول ما انتوا بيبقى في تقدم، طول ما انتوا متوترين وخايفين، طول ما انتوا بترجعوا لنقطة الصفر تاني، ونقطة الصفر دي عندكم بتكون بداية لحاجات كتيرة جدا انتوا مش مستعد لها. فعندكم امنية هتتحقق، والامنية دي زي ما يكون دراسة، رجوع، طاقة جديدة، فرج، حمل، الله اعلم. هي الامنية اللي هتتحقق عندكم دي هتبقى تواصل على جميع الاصعد بتاعتكم، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم واعصابكم تكون هادية الفترة دي. رماك برا. شايفة كمان انه حصل مرة من المرات ان انت كنت تعبان وحزين وملقتش حد جنبك، في شجرة خضرة عندك هتنور طريقك الايام اللي جاية، ورحلة حلوة جدا. في دعوة وهتستجاب لحياتك المرة اللي جاية بفضل ربنا. شايفة كمان ان انت هنا مهموم وحزين ومخنوق. شايفة كمان هنا هيكون عندك ملك السماء والارض، وهترجع دايما لربنا تشتكي له همك. بص يا برج الدلو، انت شايل حمل وشايل مسؤولية وشايل حاجات كتيرة جدا مضايقاك، بس ما تقلقش الايام اللي جايه هيكون عندك امور حلوه وعندك انتصاره حلوه. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك بعض التغيرات بفضل ربنا، وهتشرب من الكاس الخير وكاس الرزق. انت اتظلمت في ناس كتيره جدا، ظلموك وكسروا بخاطرك واذوك، اشخاص ما كانوش يستاهلوا ابدا محبتك، ولا كان يستاهلوا ابدا ان انت تديهم اي حاجة من حياتك. حصل عندك حالة ركود يا برج الدلو، حالة بعض النغزات اللي في حياتك بسبب واحدة ست اذتك وكسرت بخاطرك. برج الدلو استخارتك بتدل على الخير، بس خلي بالك من نفسك عشان تحصد الخير اللي في حياتك الايام اللي جاية. انت بينك وبين الشريك مشاحنات، بينك وبين الشريك مشاكل بسبب اشخاص بيتدخلوا في حياتك، فخلي بالك وكون حريص عشان عندك خير الايام اللي جاية وعندك فرحة. هيكون عندك كمان بعض الامور، ارمي ورا ظهرك كل العراقيل وركز بس على هدفك. عندك حصد تام الايام اللي جاية، هتحصد خير وهتحصل فرحة وهتحصل انطلاقات كتيرة حلوة، وهيبقى عندك امور عكس ما انت تتوقع، بس لازم تهدي اعصابك وتخلي بالك من نفسك عشان خاطر تكون حويط بنفسك اكتر من كده يا برج الدلو. سورة ياسين والقرآن الحكيم بتدل ان انت في توفيق في حياتك الايام اللي جاية، ومش كده وبس كمان، ده هيكون عندك بعض التغيرات، بعض الفرحة، بعض الانطلاقات. بس دايما اقول لك خلي بالك من نفسك وخلي وكون حويط، عشان خاطر في ناس كتيرة جدا يا برج الدلو مش حبالك الخير، ناس كتيرة جدا بتتكلم عليك، مبينين لك ان هم ملاك، مبينين لك ان هم بيحبوك، بس صدقني دول ناس مش كويسين، ناس كلهم بتعود مشاكل،
وزي ما قلت لك سورة ياسين ان هيفتح لك بيبان كتيرة جدا بإذن الله، هيفتح لك انطلاقات كتيرة حلوة الأيام اللي جاية. ومش كده وبس، ده هيكون عندك كمان حاجات فيها تحسن، حاجات فيها انطلاقات جديدة بإذن الله بفضل ربنا. بس خلي بالك وكون حويط وابعد عن أي حد ممكن يأذيك ويتكلم عليك بطريقة مش كويسة. استنى التوقعات، وعلى القناة للناس اللي أول مرة تسمعني على القناة هتلاقوا توقعات جميلة جدا ليكم، وانتظروا التوقعات القوية للصدمة.